علامات الساعة الصغرى. بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمد رسول الله. أخبر صلى الله عليه وسلم أن بعثته دليل على قرب قيام الساعة وأنه نبي الساعة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير إلى السبابة والوسطى، رواه البخاري. فأول أشراط الساعة بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو النبي الأخير، فلا يليه نبي آخر، وإنما تليه القيامة كما يلي السبابة والوسطى، وليس بينهما إصبع. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.